موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تداول الأحوال بين الناس، تداول أحوالهم كأفراد وكأمم وشعوب ودول، آية من آيات الله عز وجل لابد أن ينتبه لها الإنسان. فقد كان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. لم يكن لهم ذنب بنو إسرائيل إلا أنهم من بني إسرائيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، درجة عظيمة من الاستضعاف. ولكن كان لابد من هذا الألم ولابد من هذا البلاء قبل أن يمكن الله لهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إرادة الله سابقة بالمن على المستضعفين قبل أن يحدث ذلك المن بعشرات السنين. قبل أن يمكن الله لبني إسرائيل في مشارق الأرض ومغاربها بعشرات السنين ذكر إرادته عز وجل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. حالة أم موسى عليه السلام تفاوتها خلال هذه المدة، ولدت فكانت في خوف شديد لأنه كان موعد قتل الولدان في هذه السنة، يقتلون الولدان. يعني لما نحاول نستحضر درجة الاستضعاف وصلت إلى هذه الدرجة، إن حد يخش عليك البيت ياخد منك ابنك الذكر ليذبح، يؤتى بالشفار الشفرة السكينة ويذبح ويلقى أمام عينيك، شيء فظيع جدا. والبنات والنساء يبقون أحياء للخدمة والإذلال، وكان القوم لا أخلاق عندهم، والفواحش تنتشر فيهم، صور الرقص والعري سجلوها على جدران آثارهم. فكيف نتصور حال أم موسى وقلبها وهي في شدة الخوف على ابنها؟ وموسى عليه الصلاة والسلام قد ألقى الله عليه محبة منه، أحبه المخالفون له، فكيف بأمه التي ولدته؟ كيف كانت عواطفها في الخوف عليه؟ يعني الواحد بيشوف كده الأمهات وهم شايلين العيال ويجي لهم شوية سخونية، تبقى الأم مش هيجرى، يعني مش عارفة تعمل ايه، وخايفة يعني عليه أشد الخوف، وتبقى قلقانة ومضطربة. فشوف سيدنا أم سيدنا موسى كان حالها ايه، سبحان الله. ويأتيها الإلهام من الله عز وجل الوحي من الله سبحانه وتعالى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، كانت حاجة متقررة، فألقيه في اليم، اجعلي له صندوقا تجعله في النيل في البحر. ممكن نسكتوا التليفونات يا جماعة أثناء الصلاة وأثناء الدرس؟ لا مش هينفع. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، سبحان الله.
الأوامر دي والنواهي، لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذا وعد من الله ألقي في نفس أم موسى عليه السلام وفعلت ذلك. وإما نسيت أن تربط الحبل، أو أن البحر أخذه، أو أنها ألقته بلا أن تربط، لأن الإلقاء في اليم أهون من الذبح، فهو موازنة بين مفسدتين. يعني بيقولوا كان بتربط الصندوق بحبل، يخشوا يفتشوا ما يلاقوش، تسحب الحبل وترجع ايه سيدنا موسى بعد ما ما ما, ما يعدوا. ومرة من المرات فلتت الحبل، او انها كان البديل الوحيد انها هيقتل، فالقته في اليم ابتداء واخذه اليم بعيدا. على اي الاحوال كان قلبها يعني يكاد يتفطر على ابنها، وقد وصف الله عز وجل ذلك فقال واصبح فؤاد ام موسى فارغا. شوفوا تبدل الاحوال بعد لحظات قليلة، بس بعد آلام متعددة، ألم الخوف، ألم الفقد، إنها بصت لقيته مش موجود، ولا تدري ماذا تصنع، لا تفكر في شيء إلا في موسى، وهو في شأن آخر، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لماذا؟ لماذا التقطوه وهم يريدون منه الخير؟ وإذا بهم يتحول لهم إلى عدو وسبب لحزنهم. لماذا؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الخطايا، الكفر، الشرك، الظلم يجعل مقاصد الإنسان تتحول من أنه يريد لنفسه الخير فيقدر الله له من ورائها الشر. ثم الألم الذي كان فيه موسى عليه السلام، المدة والساعات التي كانوا يبحثون له عن مرضع وظنوا أنه يموت من شدة البكاء، بنقول والله سبحان الله، يعني حرمنا عليه المراضع من قبل والمراضع مش راضي ياخد، يقعد يعيط، يعني حاجة ساعات طويلة يبكيها موسى عليه السلام، مفيش حاجة من الـ يعني في هذه الحياة سنة ربنا، مفيش حاجة من النعم تأتي بدون مقدمات من ألم وبين وابتلاءات. فموسى بالتأكيد بكى بكاء شديدا إلى أن ظهرت أخته فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه. جاءت أم موسى، أخذت ابنها، سكنت هي، رضع موسى، سكن هو، ويعني حصلت الطمأنينة، بل وبأجر، تأخذ إيه أجر، يعني ترضع ابنها وتأخذ إيه أجرا على ذلك، يعني نعمة من جميع الجهات سبحان الله. ثم ابتلاءات متعددة، يعني الإنسان نمط، يعني الحياة البشرية لابد أن تكون بين لذة وألم، وبين ضعف وقوة، وبين خوف وأمن. مفيش حد آمن على طول ولا حد خايف على طول، ولكن الذي يعني أعظم أنواع الراحة أن تخاف من الله وحده، فهو يؤمنك من كل ما سواه، فيزول عنك ما قد يطرأ على القلب ابتداء من أنواع الخوف والضيق والحزن. كل الحاجات دي تحصل للإنسان، حتى حصلت للأنبياء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قال فخرج منها خائفا يترقب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما
قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الخلاصة إنه لابد تحصل أشياء، ولكن من خاف الله أمنه مما سواه فيزول عنه الخوف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يستريح الإنسان، تقلب أحوال الإنسان أيضا بين الضعف والقوة نتأملها، لأن احنا فعلا مش بإيدينا الموضوع ده، ومش بإيدينا برضو أيضا قضية التمكين والاستضعاف. وهي الناس فاكرة ان الموضوع ده هي بتتحكم فيه، واحنا واخدين بالاسباب والدولة تعمل ولا الاعداء يريدون كيدا. احنا بلا شك ان اخذ الاسباب واجب، لكن الحقيقة ان التمكين والاستضعاف انما هو بيد الله عز وجل. الاعداء الكفار اللي جيوشهم جرارة يوشك ان تتغير احوالهم يعني بأمر من الله عز وجل، كن فيكون، فيتفرقون وتهدم الدول، لكن الله ابتلانا بهم وابتلاهم بنا، كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قوله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الإنسان يتأمل الطفل الصغير إمكانياته قد إيه، إمكانياته في الحركة، في الوقوف، في المشي، في الجري، ما يعرفش، في التفكير، في الكلام، لسه يقعد يعني 10 شهور سنة على بال ما يعرف يبقبق يقول إيه بابا بس كده به به، وبعدين يعرف يتكلم، تبقى الحروف مكسرة ولذيذة عشان مكسرة كده، وبعد كده تلاقيه يحل المعادلات الرياضية ويحضر ماجستير ودكتوراه وعقل عجيب، ويحل بقى أصعب يعني يعمل يعني أشد التفاعلات، وبعد كده يرجع تاني يضعف بدنيا ويضعف عقليا ويضعف الذاكرة بتاعته، بعد ما كان بيتذكر الأشياء ينساها، وبعدين قد يصل إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، تلاقيه بقى ضعيف وعاجز، ويعني خلاص الناس بيستحملوه خلاص. ومين اللي نقلوا الانتقالات دي؟ احنا كبرنا نفسينا من الصغر ولا حاجة، بنلاقي نفسنا كبرنا، وبرضه في الشيخوخة بنلاقي نفسنا وصلنا لإيه؟ من الشباب للشيخوخة. آيات ربنا سبحانه وتعالى حاجة يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه الآية يعني هذا التحول والتغير في الإنسان للدليل على أنه مربوب، رغباته نفسها ما بيتعرفش، مش هو بيلاقيها جت عنده، رغبة في الطعام، الهوى، رغبة في الهواء ياخد نفس، الرغبة في الاستكشاف والمعرفة، يقعد يبص كده ويبرق هنا ويتأمل الوش ده، وبعدين يقعد ويمسك الحاجة. يعني تلاقي معظم العيال تجيب لهم اللعب ما يلعبوش، ويدور على الكهرباء، ويدور على البوتاجاز، يدور على الغسالة، عايز يعني يشوف انتوا بتعملوا ايه، يمسك القلم ويقعد يخطط في الحيطة. الاستكشاف، الرغبة في الاستكشاف دي والتعلم حاجة فطرة في الإنسان، رغبة من ضمن الرغبات الأساسية اللي بتنمي مهاراته. اختلاف الألسنة، يعني احنا بنتكلم، ولادنا يطلعوا يتكلموا عربي، وولاد الصينيين يتكلموا صيني، والهنود يتكلموا هندي، والإنجليزي يتكلموا إنجليزي، والكلمات لها معاني في نفس الإنسان، كل كلمة ولها معناها، بس كل الناس بيتكلموا بتتخزن الكلمات والمخ بيكون مهيئ، وإلا لو المخ مش مهيئ للموضوع ده، شوف واحد عنده تخلف عقلي ما يعرفش يتكلم، يفضل ينقلوه لغاية ما يوصل 15-17 سنة يعني كده، وإلى أن يموت. ومن آياته
خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فنقول للشباب استغلوا فترة الشباب فإنها تنزع سريعا. ونقول للشيوخ أيضا يعني الفترة دي خلاص تنذر بانتهاء الرحلة التي نقضيها على ظهر الأرض، لأن احنا جينا قعدنا بنقعدين شوية وحنمشي زي ما غيرنا جدادنا دول اللي احنا بنحمل أساميهم، كل واحد له اسمه ايه من 4 أو 5 أسامي مش كده، وآخر اسم ده فاكرين احنا نعرف عنهم حاجة؟ نكاد نكون خلاص ذكرى بس، اسم فقط يحمل. لكن هو بالتأكيد كان له نشاط أثناء الحياة، ويعني بيروح ويجي ورغبات وتجوز وخلف بدين احنا جينا ومشي أيضا. يعني الأمر ده ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله من آياته، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإحنا مفتقرون إلى الله في كل أحوالنا، ويعني اللحظات اللي بنقضيها في عمرنا على وجه الأرض هي لحظات تقرير المصير. نسأل الله أن يجعلنا مصيرنا الجنة، ونعوذ بالله أن يدخلنا النار. قل قولي هذا واستغفر الله.